الروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هو الأحد الثاني من شهر بقونا المبارك، وشهر بقونا دايما يوازي أو يقع في الوقت اللي فيه صوم الآباء الرسل، عشان كده اختارت الكنيسة في أحد شهر بقونا قراءة إنجيل يوم الأحد إنها تكون مناسبة للصوم اللي احنا صايمينه اللي هو صوم الآباء الرسل. تعرفين الآباء الرسل صاموا لما السيد المسيح صعد للسماء وقال لهم هتقبلوا الروح القدس وهتروحوا تبشروا للعالم كله ببشارة الخلاص. ساعتها بدأوا ان هم يصوموا. نلاقي في سفر الأعمال كذا مرة ان الرسل كل ما يجي يتحركوا حركة يصوموا الأول قبل ما يتحركوا الحركة ده، عايزين يرسموا حد يصوموا ويضع عليه الأيادي، عايزين يبعثوا برنابا وبولس لأنطاكيا يصوموا ويقولوا لهم اتفضلوا روحوا أنطاكيا. سفر أعمال الرسل بيشرح لنا فكرة كيف امتدت بشارة الخلاص للعالم كله. وعشان كده لما نيجي نلاحظ أناجيل شهر أحد شهر بقونا يقول لنا الأساسات أو الأسباب اللي من خلالها امتدت الكنيسة، وكأن الكنيسة بتشاور ليا وليكم كده، لو عايزين بشارة الخلاص تمتد للعالم كله نحتاج ان احنا نلتفت للأساسات ده. هي الأساس الأولاني خدناه الأسبوع اللي فات، كان بيتكلم عن الصلاة. الكنيسة بتمتد من خلال صلوات الأفراد اللي فيها. بتفتكروا إنجيل الأحد الماضي كان عن الصديق اللي كان عنده لجاجة وراح يخبط على صديقه لغاية ما اداله ثلاث رغيفة عشان يأكل واحد صاحبه كان جايله. والنهاردة بيدينا مبدأ تاني ان الكنيسة بتمتد من خلال الآيات والعجائب، المواهب اللي موجودة في الكنيسة. اي حد عنده موهبة بيقدمها لربنا من خلال الكنيسة، من خلالها بيمتد بشارة الخلاص. ربنا يدي مواهب للناس عشان يخدموا بيها اسمه، يتمجد اسمه في كل مكان. الأسبوع اللي جاي هنقرأ عن معجزة إخراج الشياطين، فمن خلال المواهب برضه زي إخراج الشياطين امتدت الكنيسة. الأسبوع الأخير هنقرأ اللي هو الأسبوع الرابع من شهر بقونا، هتقرأ لنا الكنيسة في يوم الأحد عن المواعظ على الجبل، في الكنيسة بتمتد من خلال كلمة الله والتعليم. السيد المسيح علمنا المواعظ على الجبل، كانت أشهر موعظة في المسيحية كلها هي المواعظ على الجبل، من خلال التعليم واللي بيتحول بعد كده لسلوك أحبوا أعداءكم باركوا لعانيكم أحسنوا إلى مبغضيكم. التعليم اللي بيتحول لسلوك ده هو بشارة في الواقع. لما أنا باخد التعليم من الكنيسة ومن الكتاب المقدس بحوله لسلوك في حياتي، ببشر باسم المسيح من خلال سلوكي. مش مهم أكون أعرف أعمل معجزات ولا أعرف أخرج شياطين ولا حتى أن أنا أعرف أوعز وعظة أو أتكلم في الكتاب المقدس، بس ممكن أوي من خلال سلوكي أبشر باسم السيد المسيح. ومعظم الناس اللي جات للمسيح من خارج الكنيسة كانت من خلال سلوك آخرين مش من خلال تعليمهم، عشان تكون عارفين، ولا حتى من خلال المعجزات. فيمكن الوسيلة الأكثر فعالية في الوقت اللي احنا فيه ده، هو العصر الصعب اللي احنا فيه، هو سلوكي وسلوكك اللي بيعلن المسيح للآخرين. لو بصينا على القصة بتاعت النهاردة، شفاء المفلوج، مفلوج يعني مشلول، أربعة أصحابه بيحبوه راحوا خدوه، سمعوا عن السيد المسيح في كفر نحوم، بدأ يعمل معجزات، اتشهر ان اي حد بيقرب له بيخف، قالوا احنا هنوديه له هيخف. كان عندهم ايمان بكده زي ما قرينا النهارده في قرايه انجيل النهارده. لو خدناه للراجل اللي بيخفف الناس ده اكيد هيخففه. ولما خدوه كلنا عارفين القصه، ليه الدنيا زحمه حاولوا يدخلوا مفيش فايده، نطلع فوق السطوح، طلعوا فوق السطوح من خلال سلم خلفي موجود في البيت، و نقبوا السقف بتاع السطوح بتاع البيت عشان خاطر ينزلوا صاحبهم يحطوه قدام السيد المسيح. ولما السيد المسيح شافه قال له مغفورة لك خطاياك، وتعامل معاه وبدأ ان هو كمان يعالج المرض بتاعه اللي هو الشلل. ولما بنبص للأشخاص بتوع المشهد ده نلاقي فيه ثلاث أشخاص مميزين في المشهد ده، يمكن كل حد منهم يدينا درس مهم قوي. الواقع هم أربع أشخاص بس مش هتكلم عن الرابع لأن مش محتاجين ناخد منه دروس.
اللي هو الفريسيين والكتبة اللي هم اعترضوا واتضايقوا وقالوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا، انا اسيب دول على جنب مش محتاجينهم دلوقتي. لكن الشخص الاولاني طبعا في المشهد، اكتر شخص بروزا في المشهد ده اللي احنا بنتفرج عليه في بيت المفلوج، اخطيت في البيت اللي اتخف فيه المفلوج، هو الشخص سيد المسيح له المجد نفسه. سيد المسيح واقف في الوسط عشان خاطر يعلمني ويعلمكم حاجات مهمة في المشهد ده وفي الموقف ده. هتاخدوا بالكم أول ما جم وحطوا المفلوج أمام السيد المسيح، السيد المسيح ما استغربش ولا اندهش ولا حتى قال لهم إيه اللي بيحصل ده وإيه اللي بتعملوه في السور ولا حاجة في السقف ولا حاجة خالص. كان السيد المسيح عارف إن ده بيحصل، وكان شايف إيه اللي جوه المفلوج، وكان عارف مشكلته كمان، وعارف ان المشكله مش مشكله جسديه بس، لكن عنده مشكله روحيه، عايش في الخطيه وكان لازم يخف من الخطيه. لما تيجي للسيد المسيح خليك عارف ان هو عارف احتياجاتي وعارف احتياجاتك وعارف مشاكلي وعارف ضيقاتي، عارف وشايف. ولو عندنا الايمان ده هو ان هو عارف وشايف، هنطمن قوي ان طالما عارف وشايف يبقى ما فيش حاجه بتحصل من غير ما تعدي من تحت ايده، وبالتالي مش محتاج ان انا اقلق. لو هو عارف اللي بيحصل في حياتي النهارده واللي حصل امبارح واللي هيحصل بكره، مش محتاج ان انا اقلق. ما هو شايف، ما هو عارف ومش بس عارف كمان، لكن نلاحظ في القصه ان هو قادر. بص للمفلوج كده وقال له يا ابني مغفورة لك خطاياك. حتى الفريسيين نفسهم والكتبة قالوا من هو هذا الذي يقدر أن يغفر الخطايا على الأرض؟ يستطيع إلهي وإلهك يستطيع أنه يسدد أعوازي، وزي ما هو مكتوب كده أن هو القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، وأن غير المستطاع عندي وعندك مستطاع عنده هو. مش بس تكونوا عارف يطمني، لكن كونوا قادر. اي مشكله عايز اقول لك اللي انت تظنه دلوقتي مستحيل، خليك عارف ان في ثانيه الله يستطيع ان يامر فيطاع وتتحل المشكله. كونوا عارف يطمني، كونوا قادر يطمني اكتر، لان مشكلتي ليها حل لو ربنا شايف ان ده احسن حاجه ليا. وبالتالي ما بطلش ابدا ان انا اقول له يا رب اتصرف، وما بطلش ابدا ان انا اخضع لمشيئته، لان انا عارف ان هو يستطيع ان يحل المشكله لو ده في صالحي بحسب ارادته الصالحه ليا. سيد المسيح في الموقف ده كمان يعلمنا ان هو يستجيب للي يروح له. لما راى يسوع ايمانهم، اللي بيجي له يقول له يا رب، خليكم متأكدين وعارفين ان اللي بيتكلم مع ربنا بيسمعه. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال، عشان انا مش هسكتوا، مش هتيجوا كده واقول لكم معلش برافو ان انتوا جيتوا، لا ده هريحكم. اللي هيجي يستريح قادر ان هو يريح وبيستجيب للذين يدعونه. ادعني وقت الضيق، يقول كده في المزمور 50، انقذك فتمجدني. الأسبوع اللي فات كان الإنجيل بيقول اسألوا وتعطوا، اطلبوا وتجدوا، اقرعوا يفتح لكم. عارف احتياجاتي، قادر على حلها، ويستجيب لمن يدعوه. دروس كتيرة ممكن ناخدها من السيد المسيح في الموقف ده، بس يمكن الوقت ما يديناش أكتر من كده. خلينا نفتكر بس الثلاثة دول، عارف وقادر ويستجيب. بص على مجموعة تانية في المشهد ده هو، وهم مجموعة الأصحاب طبعا، من أشهر المجموعات اللي الناس اتكلمت عنهم لما جم اتكلموا عن المعجزة ده، هي مجموعة أصدقاء أوفياء. وأكتر حاجة بيعلموها لنا المجموعة ده هي إن أنت تبص حواليك أرجوك. يعني كتير مننا للأسف بيعيش حياته يخلصها وهم بيبص غير على نفسه بس، ما يقدرش يبص على اللي حواليه، ما يشوفش احتياجاتهم. والناس تصرخ في ودانه الحقنا احنا محتاجين، ويشوف مشاكل وآلام في كل الدنيا وهو كونسرن بس بحياته، بسلامه، بفلوسه، بأسرته وخلاص، ومش كونسرن بأي حاجة تانية. عايز اقول لكم شخص زي ده هو، ربنا يبعد عنكم الشر، شخص تعيس. يعني الفرح الحقيقي في ان انت تقدر تقدم
لآخر، تهتم بآخر زي ما الأصحاب الشطار دول عملوا مع صاحبهم. مش كفاية تكون أنت هنا النهاردة في الكنيسة، لكن تحتاج أنك تكون مهتم بحد تاني ما جاش النهاردة الكنيسة. مش كفاية تكون أنت بتاكل، تحتاج تهتم بحد تاني مش ما عندوش أكل ياكله. مش كفاية أن أنت عندك صحة، ربنا يديلك الصحة، تحتاج تهتم بحد مريض يجوز موجود دلوقتي في مستشفى كان يتمنى أن هو يجي عشان يحضر القداس يتناول. اهتم أرجوك، فتح عينك لترى من حولك. والناس دول عملوا كده، ولو مش قادر انك تعمل على الاقل احمي الاخرين في صلاتك. قول له يا رب شيل عن فلان، يا رب ساعد فلان، يا رب ادي سلام لفلان، يا رب طمن فلانه، يا رب اغفر لفلان. اهتم بالاخرين وباحتياجاتهم، وده اللي عملوه الاربعه العظام دول، ان اهتموا باخر. في علاقة صداقة، في علاقة صداقة، بس مش بس الصداقة. مش كل الأصدقاء بيعملوا كده للأسف. صداقات العصر اللي احنا فيه مش هي الصداقات المكلفة. ده هي يهتموا اهتمام حقيقي بصاحبهم. بنبسط قوي لما اسمع ان في ناس مهتمية باللي بيحصل في مصر والشهداء، وناس بتنزل تفتقد الشهداء، وناس بتنزل تبعت فلوس، وناس تنزل تواسي. حلوة قوي، رائع. بيعملوا شكل الأربعة دول. لكن أقول لكم بصراحة، احنا الشهداء دول أنا وأنتم مش محتاجين نقلق عليهم قوي، لأن دول بيصلوا عننا وبيهتموا هم بينا. مش دول اللي احنا محتاجين نقلق عنهم، على قد ما نحتاج نقلق على موتى الروحيين اللي احنا في وسطهم. احنا في عصر مليان بموت روحي حوالينا، في وسطينا للأسف، وحوالينا بره للناس البعاد عن ربنا. الموت يسير في البشر في هذا الجيل وهذا العصر والمكان اللي احنا عايشين فيه. كتير من الناس اللي بتقابل معهم كل يوم، لو اتقابلت مع 20 واحد يجوز 15 منهم مش دارينين بأنهم في المسيح وفي حياة أبدية، وبيموتوا قدامك وانت مش واخد بالك من كده، ومتصور ان طالما باخد منه القرش اللي انا عايز اخده، واخد منه المصلحة او السيرفيس اللي بيدهاني، يبقى خلاص مش مهم. احتاج وتحتاج معايا ان احنا نهتم بمرضى الروح. ناس كتيرة من اللي المفروض يكونوا موجودين هنا النهاردة مش موجودين هنا النهاردة، لأن بصراحة مرضى روحيين مش قادرين إنهم يجوا لأسباب. يجوز سهرانين على مسلسلات امبارح بالليل، يجوز شغالين 12 ساعة في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع، وغير مهتمين بحياتهم الأبدية. وأنا وأنت قاعدين هنا بنصلي لنفسنا، ويجوز لخاصتنا أولادنا القريبين مننا قوي، ومش مهتمين بالآخرين دول اللي هم ممكن يكونوا مرضى روحيين يحتاجوا إن حد يهتم بيهم. كتير مننا لا يبالي ويقول طالما أنا كويس، وطالما أنا بروتكتد، وطالما أنا معايا فلوس، وطالما أنا في بلد كويسة بتقدم لي ضمانات وإنشورنس وحاجات زي كده، مش مهم الباقي. أقدر باهتمامنا إن احنا نصلي للهالكين روحيا والناس البعاد عن ربنا، ونبكي من أجلهم ونطلب، يقول له رب ارحم، يا رب اشفق على العالم، لأن العالم بيهلك واحنا قاعدين نتفرج. وكل مرة تحضر القداس وتسمع كلمة ارحمنا، قول له يا رب ارحمني وارحمهم، لأن من غير ما يكون في ناس بتشفع في آخرين زي الأربعة دولة، يجوز الاخرين دول يهلكوا واحنا قاعدين نتفرج. نحتاج لان احنا نهتم بالحياه الابديه لمن حولنا، الناس اللي متاخدين في افكار الحاد وافكار رفض ربنا، والناس اللي متاخدين في مشغوليات مختلفه لاجل الارض والتراب اللي فيها. نحتاج نهتم بان احنا نقدم لهم رساله الخلاص، او على الاقل نحملهم في صلواتنا. الناس دول حملوهم بدراعاتهم، حملوا المفلوج بدراعاتهم. انت احمل الهالكين في قلبك، احملهم في صلاتك، وقول له يا رب اشفق، يا رب ارفع. اللي عملوه الاربعه دول كمان، وكان متميز قوي، ان كانت محبتهم محبه باذله. يعني ايه محبه باذله؟ يعني محبه مكلفه. لما لقيوا
رغم انهم شايلين الراجل من البيت، واكيد تعبوا جدا عشان يشيلوه من البيت، والاراضي زمان ما كانتش يعني متسفلته زي دلوقتي، كانت الدنيا تراب ومليانه حجاره والمشي صعب، وشيله المفلوج دي شيله صعبه على اي حال، لكن ما اكتفوش بانهم يعملوا كده، الدنيا زحمه هنطلع، ومش بس هنطلع، هنشيله من على سلم، كان بيبقى سلم جانبي كده في ظهر البيت، سلم صعب قوي الطلوع عليه، هنشيله وهنحطه فوق كتفنا من غير ما ننتظر منه أي مقابل، من غير ما ننتظر منه أي مقابل. واللي معطل خدمتنا الحقيقة خدمة كثيرين متعطلة، لأن تقف الخدمة عند نقطة أنا هتعب ولا مش هتعب. أي حد يلاقي نفسه هيتعب في خدمته أو هيتعب من أجل الآخر يقول خليني في حالي أنا مالي. حد يلاقي نفسه بيقدم شوية وقت للخدمة عشان يحضر درس في مدارس أحد مثلا ولا حاجة، يقول طب ما أنا أشوف الفيسبوك بتاعي، أدور على الانترتينمنت بتاعتي، أطلع خروجه مع أولادي، ومش واخد باله إن الخدمة الفعالة لابد إنها تكون خدمة باذلة، خدمة بأبذل فيها من وقتي من مجهودي. كتير مننا ممكن يدوا عطايا كتيره، لكن العطايا بتاعتهم من الليفت اوفرز، يعني من فضلاتهم. عشان كده لو تلاحظ السيد المسيح له المجد لما بص على ست صاحبه الفلسين، رغم انها ادت قليل قوي، لكن قال ايه؟ اعطت اكثر من كثيرين. ليه يا رب؟ لانها من اعوازها اعطت، والباقيين دول ادوا من الفضلات. عايز تبقى خدمتك فعالة زي خدمة الناس دول، تجيب نتائج حقيقية on the spot زي ما حصل مع الأربعة دول. أحتاج وتحتاج معايا إن تكون خدمتنا باذلة، خدمة بنيجي فيها على وقتنا وعلى مجهودنا وأحيانا على فلوسنا، لو أنت بتدي عطايا للفقير أو كده، تدي من أعوازك وتروح الميل الثاني في عطائك للآخر. اللي بيقدمه لنا الأربعة دول بيقدموا درس في المحبة المكلفة، المحبة البازلة. عشان كده السيد المسيح لما بص عليهم قال الناس دول حلوين قوي لما رأى يسوع إيمانهم. وده درس تالت بيقدمه لنا الأربعة أصحاب المفلوج، إن كان عندهم إيمان، مصدقين المسيح له المجد يقدر يحل المشكلة، مصدقين إن هو يستجيب لمن يدعوه زي ما كنا بنقول من شوية. لما شاف الإيمان ده السيد المسيح راح قال ما ينفعش إن أنا ما اقولوش مغفورة لك خطاياك، ما ينفعش إن أنا ما خففوش عشان خاطر إيمان الناس دول. يعني الإنجيل اللي يقرأ كلمات ربنا أرجوك يكون واخد باله ما فيش حاجة مكتوبة كده وخلاص. يعني حكاية لما رأى يسوع إيمانهم بتقول إن الشفاء ارتبط بالفكرة ده، هي إن كان لازم يكون عندهم إيمان عشان السيد المسيح يشفيه روحيا ويشفيه جسديا. لما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج مغفورة لك خطاياك. طب شفت يا رب إزاي إيمانهم؟ وأنت عشان أنت رب الأرباب وملك الملوك شفت الإيمان في قلبهم؟ لا، في الواقع السيد المسيح شاف الإيمان من خلال اللي هم عملوه، هو شاف اللي عملوه. كتير مننا يقولوا نحن نؤمن بالسيد المسيح، نحن نؤمن بالخلاص، نحن نؤمن بالحياة الأبدية، نحن نؤمن بقيامة الأموات، ونصرخ كده نؤمن 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 طول الوقت، لكن الواقع الإيمان مش مجرد كلام ومش مجرد إقرار باللسان وخلاص. على قد لو عايز تعرف عندك إيمان ولا لأ، بص على تصرفاتك تكشف إيمانك. سامحوني أقول تفضح قلة إيماني وتفضح قلة إيمانك. اللي بيهمل في صلاته كل يوم ده ما عندوش إيمان كافي إن ربنا واقف يسمعه وإن ربنا منتظر إن هو يسمعه. اللي ما بيروحش يفحص نفسه بشكل مستمر وبيروح يعترف بشكل مستمر ده ما عندوش إيمان كافي إن ربنا بيغفر وإن ربنا بيربط حياته الأبدية بتوبته، ما عندوش الإيمان ده هو. واللي بيحيا حياة براحته وبيعيش في الخطية وعارف انها خطية لكن هو يقول ما هو ربنا يعني هيعديها لي، اللي بيعمل كده ما عندوش ايمان بان الله عادل، او على الاقل ايمانه قليل. ايماننا في الواقع هو بينعكس من خلال اعمال احنا بنعملها. راقب اعمالك هتعرف انت عندك ايمان قد ايه.
ولو ايمانك قليل اصرخ كده وقول له: يا رب اعن ضعف ايماني، اعن قلة ايماني، او اعن عدم ايماني. وزي ما بيقول يعقوب الرسول كده، قال: انت تؤمن بالله حسنا تفعل، الشياطين يؤمنون ويقشعرون. مش المسألة في الإيمان، أرني إيمانك بدون أعمال، وأنا أريك بأعمالي إيماني. يبقى كمان الأربعة دول بيعلمونا محبة باذلة، اهتمام بالآخر، افتح عينك حوالين الآخر، وبيعلمونا درس الإيمان العامل ده، الإيمان العامل بالمحبة، إيمان ما ينعكس، يشوفوا ربنا ويشوفوا الآخرين من خلال اللي احنا بنعمله. آخر حد بناخد منه درس النهاردة هو المفلوج نفسه. المفلوج الحقيقة من الناس اللي علمونا في صمت من غير ما يقول اي حاجه، تقريبا ما عملش اي حاجه، لكن كان بيعلم وهو قاعد في سريره. الدرس الحلو علمه لنا المفلوج النهارده، ارجوك تفتكروه، ان هو اقر بضعفه. اقر بضعفه يعني ايه؟ يعني الناس جايين يشيلوه، قال لهم: لا مش عايز، سيبوني في حالي، انا دي كده كويس، مش عايز وجع دماغ، ما حدش يقعد يشيلني ويخبط فيا ويوديني، ما انا كده كويس، واديني قاعد مستريح في نومتي. وافقهم على طلبهم وانهم يروحوا بيه للسيد المسيح، ولما قالوا له: هنطلع فوق وننزل ونخبط ونمخمض فيك، ما اعترضش وما نطقش، حاضر حاضر. بداية الشفاء انك تقر، وان انا اقر بضعفنا. كتير مننا للأسف يستكبر انه يقر بضعفه، يقر انه هو تعبان ومحتاج ومتألم وخاطي. كتير مننا يفقد فرص الشفاء من السيد المسيح له المجد، لانه شايف انه كويس، واللي شايف انه كويس ده هو مش محتاج لطبيب، لا يحتاج الأصحاء الى طبيب. وللأسف كتير مننا في طائفة الأصحاء، فبالتالي مش محتاجين حتى لانهم يخفوا، لانه مش حاسين انهم عيانين روحيا، اقصد يعني. قديس مارس هيقول: المريض الذي يعترف بمرضه شفاؤه قريب، اما القلب القاسي اللي هو مش واخد باله انه عايش في ظلمه، فاوجاعه تكسر. اقر المفلوج بضعفه، اقر باحتياجه للشفاء من خلال صمته. قال لهم كانه بيقول لهم: اعملوا اللي انتم عايزينه. صور واحد عنده مرض في قلبه او في كليته او في عضو خطير من اعضاء جسمه، ويقولوا له: انت عندك مشكله، لازم تروح تشوف الدكتور. يقول لهم: لا انا كده كويس، طالما ما متش محدش يقرب مني، محدش يكلمني، محدش ياخدني للدكتور. انكار مزيف للمشكله يؤدي لموته. بداية الشفاء، بداية ان انا حياتي تختلف، ان انا اقر بمرضي، اقر بخطيتي، اقول له: يا رب توبني فاتوب. فكرة حكاية ان واحد يجي يقول: انا اصلي لا بقتل ولا بسرق ولا بزني ولا بعمل حاجة من الحاجات الوحشة الكبيرة ده، هي فانا كويس ومطمن. ما تعملش كده، ما تنكرش حكاية ان انت غضوب وان انت بخيل وان انت بتدين الاخرين وان انت لسانك صعب مع الاخر بيجرحهم. تحتاج انك تتوب عن كده، احتاج ان انا اتوب عن كده، ونقر بضعفتنا قدام ربنا عشان ناخد شفاء. وزي ما قال سفر الامثال: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر واعترف بها يرحم. يقول كده سفر الامثال في امثال 28. حاجة تانية علمها لنا المفلوج، يعلمنا درس مهم برضو مش كتير مننا ياخد باله منه، ان هو يعلمنا ان احنا ناخد من الاخرين، نقبل محبة الاخرين. كتير مننا لاجل كبرياء قلوبنا للاسف ما نسمحش للاخرين انهم يساعدونا، رغم ان احنا نكون في احتياج لمساعدتهم، رغم ان عارف ان اصحابه هيتعبوا قوي في الموضوع ده، لكن برضو قبل ان ياخد محبتهم، قبل منهم المحبه اللي قدموها له. مش بس كفايه ان انا اقر بالاحتياج، لكن مهم ان انا اتعلم اقبل من الاخرين محبه. اسمح للاخرين انهم يساعدوك لو انت محتاج مساعده، اسمح لحد يسندك، اسمح بكده، وما تخليش كبريائك يقول: لا انا كويس وانا محدش يقدم لي اي مساعده من اي نوع، انا غني وقد استغنيت.
تعلم أن تأخذ، زي ما قال كده أحد القديسين، قال تعلم أن تعطي وأيضا أن تأخذ، لأنك إن فقدت، إن لم تعطي فقد فقدت المحبة، وإن لم تأخذ فقد فقدت الاتضاع. كتير قوي نتكلم ادي ادي ادي، بس في لحظة معينة وفي لحظات كتير في حياتنا نتعلم ان احنا ناخد من الاخرين باتضاع، من غير ما نتصور ان احنا في عدم احتياج لحاجة. كتير يقعدوا في وعظات يقول طب ما ابونا يقول ايه زيادة، انا مش ناوي ان انا اخد حاجة، انا املي شوية النهاردة، او يروح يتكلم مع حد وهو محتقر الحد ده، هو مش ناوي ان هو يستفيد من اي كلمة الشخص ده هيقولها، او يرفض مساعدات الاخرين ليه. ربنا له المجد يقبل عطايانا رغم انها بالنسبه له عطايا تافهه ملهاش قيمه، يقبل وقفتنا في الصلاه 5 دقائق ويفرح بيها، يقبل اي مجهود بنقدمه، يقبل اي عطايا بنقدمها ماديه مع انها شويه تراب، ما هو ما تفرقش خالص مع ربنا، لكن بيقبلها ليه؟ لانه عايز يعلمنا ان احنا ناخد من غير كبرياء، ومن غير ما نحس ان احنا الاخرين كده ممكن يعني يعايرونا لو ادونا او غيره. درس اللي بيديه لنا المفلوج درس اتضاع، انك نتعلم ان ناخذ من الاخر. يقول عن بابا كرولوس ربنا يناح نفسه القديس وينفعنا بصلواته، كان الفقراء يقولوا يدوا له عطايا. كان في واحده ارمله، يحكي لنا ابونا رفائيل تلميذه، ارمله عندها كام فرخه بتربيهم، فما عندهاش غير بيض بتاكله تقريبا طول السنه، تجيب له كل شويه بيضتين، يقول لها يا ستي مسلوقين دول ولا هيسيحوا في جيبي؟ تقول له يا سيدنا مسلوقين، ياخدهم، ياخد بيضتين ويحطهم في جيبه اثناء العشيه ويروح ياكلهم، بتوع الارمله دي بالذات. وواحد تاني فطيري في الشارع بيقلي فطير في الشارع، يجي لسيدنا جايب فطيره في جرنان ولففها ويقول له خد يا سيدنا دي عشان غداك، وياخدها من ايده سيدنا. بطرك عظيم، بطرك الكنيسه كلها، وقديس القرن العشرين، كان يقبل من الفقراء، يقبل يعلم كيف يأخذ. وده درس مهم بيديه لنا المفلوج. 3 دروس، 3 شخصيات مهمه في مشهد المفلوج ادونا دروس. السيد المسيح بيقول لك انا عارف احتياجاتك وقادر ان انا احلها، وبسمع صلاتك ليا، فتعال عشان عايز اريحك. والأصدقاء بيقولوا لنا اهتم بالآخر، ما تبصش على نفسك بس، وقدم له محبة باذلة، وتعلم ان يكون عندك ايمان، لكن مش ايمان نظري، ايمان معكوس من خلال افعال. والمفلوج نفسه بيقول لي وبيقول لك اتعلم تقر بضعفك لان انت ضعيف وانا ضعيف، وتعلم ايضا تقبل محبة من الآخرين. ومن ربنا له المجد، لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.